هذا الموعد الإخباري الرابع، وكما تابعنا في بدايته من المنتظر أن تبث سهرة اليوم اعترافات للإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز، وهو أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين ضد الجزائر. نتابع جزءا من هذه التصريحات. من بين الفيديو هذوك اللي قال لي ديرهم، قال لي دير باللي فيديو كون زعما اونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه. اسمعي زيطوط بزاف كي لحقوا فرح، قال لي ايوه هذا هو اللي كنت نحوس عليه. قال لي هاد الفيديوهات انا نخبيهم عندي، قال لي اونكا كاش ما يصرا ولا يهبطوك، قال لي نخرج انا هاد الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا له قول. هما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف، وعلى بالي قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه.